قال تعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأحسن تأويلا والآية دي انت اخدها جانب جانب. يا أيها الذين آمنوا، انت مش مؤمن؟ آية خلاص. مؤمن بشنو؟ مؤمن بالله وبما جاء عن الله. ما الذي جاء عن الله؟ جاء عنه أخبار يجب تصديقها، هذا مقتضى الإيمان. وجاء عنه أحكام يجب العمل بها، وهذا مقتضى الإيمان. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، الله بيأمرك بالخير بينهاك عن الشر، تطيع طاعة مطلقة وهو ربك ومولاك سبحانه وتعالى. وأطيعوا الرسول برضو بيأمرك بالخير وبينهاك عن الشر، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى في قال في نفس السورة: من يطع الرسول فقد أطاع، فقد أطاع الله، في نفس السورة في سورة النساء. طيب، تطيع الله، تطيع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا أولي الأمر، قال أطيعوا الله طاعة مطلقة، وأطيعوا الرسول طاعة مطلقة، وأولي الأمر منكم. فجعل طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله ولطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، لا، قال أطيعوا الله طاعة كاملة مطلقة، وأطيعوا الرسول طاعة مطلقة، وأولي الأمر منكم، يعني واجب عليك تطيع أولي الأمر لكن في طاعة الله لا في معصية الله، وفي طاعة رسول الله لا في معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولي الأمر منكم. طيب، لو أن ولي الأمر أمرك بمعصية فهل يجب عليك طاعته؟ هل تجب عليك طاعته في المعصية؟ الجواب: لا تجب طاعته، ما بتطيع في المعصية. قال لك سوي حفلة، ما سويتها، ما تسويها، ما بجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في البخاري: إنما الطاعة في المعروف. طيب، ما سويت حفلة، تشيل سيفك تخرج عليه؟ ما بتشيل سيفك تخرج عليه، لكن المعصية الأمرك تعملها دي ما تعملها. فرق بين إنه يقول لك أعمل المعصية وإنت ما تعملها، وفرق بين إنه إنت ما تعملها وتشيل سيفك تمرق عليه. لازم تفرق بين ذيل. إنت ما تطيعه في المعصية لكن كمان ما تشيل سيفك تخرج عليه. طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في البخاري ومسلم، قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعنا الرسول عليه الصلاة والسلام، بايعنا نحن على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، حتى لو في حاجات ظلمنا فيها حقوق حقتنا ما ادانا لها نحن ما نخرج عليه. قال: وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. خمسة شروط: أن تروا كفرا، وكفر كفرا قال بواحا واضح ما فيه نزاع ولا فيه خلاف، عندكم فيه من الله برهان، ده الشرط الرابع. الخامس: بعد أن يكفر
أن تكون عندنا قدرة على إزالته، لأن الله تعالى قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وبتخرج ثاني بعد الخروج ده ما إلا بالسيف بس في المنبر ذاته تمشي، ولا في الفيسبوك ولا الواتساب ولا يوتيوب ولا غيره، ولا تكتب رسائل وتقول وهذا الحاكم وثم إنه ولا بد وإلى آخره، ونخرج عليه وفعلوا وأكلوا وفعلوا إلى آخره، ده موجود في الشريعة. قال ابن حجر العسقلاني، ده سوداني ده سياسي، ناس تجيب لهم كلام العلماء والسلف وتجيب لهم الآيات والأحاديث، يقول لك انتم معاونوا ولا شنو؟ معاونوا يا زول؟ وده العلماء قدام قبل حكومتك دي، ده اللي قبلي انت ما جايب خبر ولا شنو؟ ابن حجر العسقلاني قال: والقعدية قوم من الخوارج يزينون الخروج ولا يرونه، ما بشيل سيف يمرق برا لكن بيزين الخروج، يزين واولا ولا بد ويا فخامة الرئيس ثم إنه قاعد راكب في البرادو ويأكل في الضلع في المندي، وإنت تمرق يدوك بسطونتين وراقد، والله الذي لا إله غير ذو المستهبل كبير جدا، وقاعدين وموضوعهم بس يا أوكدي، وزادوا السكر وشبعان سكر شبعانه، والبنزين مرتاحه، ومصائب ثقيلة جدا، نسأل الله العافية. عشان كذي الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في السنة لابن أبي عاصم من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علاني، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. ودي أحاديث بنقولها نحن، والله الناس طبقوا الحمد لله، ما طبقوا نبذونا بطريقتهم، بدنا دارين الخير. حديث في البخاري ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية الله، فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، يعني في المعصية ما بتسمع وتطيع في المعصية. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لحذيفة رضي الله عنه: اسمع واطع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع، وفي لفظ: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع. عشان كذا الطحاوي أبو جعفر الطحاوي في العقيدة الطحاوية، هذا ده في القرن الكم ده 300 وحاجة، ده في النهاية قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا، وإن جاروا وإن ظلموا ما بنخرج عليهم، وإن جاروا وإن ظلموا. سنة 300 وحاجة، وأسيدي سنة كم؟ 1400 وحاجة. كلام ده قديم يا جماعة، ودي آيات وحديث ونصوص وكلام سلف، والله الذي لا إله غيره. لجنة دائمة والأئمة والصحابة كأبي بكر الثقفي رضي الله عنه، وكأبي هريرة، وكأنس بن مالك، وكأبي ذر الغفاري، وكغير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كلهم يرون عدم الخروج على أئمة المسلمين، وكابن عمر إلى غير ذلك من يعني من الآثار عن السلف والنصوص الواردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أقوال العلماء في تحريم الخروج على أئمة المسلمين، وإن ظلموا وإن جاروا. قال ابن عثيمين في شريط له بعنوان: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، الآية. قال يتكلم عن الغيبة، فصل في شروط التوبة: التوبة فيما بينك وبين الله، والتوبة إذا المعصية بينك وبين الله تعالى، والتوبة من المعصية التي تتعلق بحق آدمي،
فقام ضرب مثال للغيبة، وانت تختاب زول تتوب فتمشي تستعفيه، تمشي تقول لا عافي لي انا ظلمتك اتكلمت فيك، ولو بتجيب مفسد اكبر تدعو له بظهر الغيب ما تمشي له. فقام قال الغيبة، قال غيبة الأمراء، وده المناسبة بتاعت الكلام، قال غيبة الأمراء والعلماء أعظم من غيبة عامة الناس. قال لأن غيبة العلماء فيها تنقص مما يحملونه من العلم، أو طعن فيما يحملونه من العلم. اغتبت العالم الفلاني معناه علم دزات، والناس ثاني شنو ما بتشتغل به لأنه طعنوا فيه. ودي ما ياخدوا جماعة ديلك، ديل ما علماء، ناسك القاعدين يتكلموا فيهم ديل ضد العلماء، ديل ما علماء عشان ما تفهم الكلام غلط. يجي داك بتاع الوالدين وفلان وفلان وهؤلاء العلماء، ديل اصبر لين ان شاء الله ماشيين في دقداق الايام دي، الله يمرقنا يدخلنا الزلط، الموضوع ده طويل. بعدين ولا كيف يا علي ضحاوية؟ هاي الله يوفق، هاي الناس تصبر، الله يوفق ويوفق الأمة كلها. المهم ديل خليهم في وقتهم، ديل ما علماء جد، ناس بيسبوا الصحابة علماء، كيف زول بيسب الصحابة وداق بيغادي والأخبتة في التوحيد، زول يقوم يضعم في العقيدة في الأسماء والصفات وفي السنن الظاهرة، وده لابد قاعد. هناك عن النصوص بينزل عينا في الشخص بإطلاق الكلام ده، كان لعناه، كان لعناه، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لكن في النهاية في تفصيل عند العلماء. المهم نحن نرجع مرة تانية، غيبة العلماء دي الذنب أكبر، لأنه فيه تنقص، الغيبة دي فيها تنقص لما يحملونه من العلم. من تقول العالم الفلاني نوام، والعالم الفلاني أكال، والعالم الفلاني كذا، والعالم الفلاني كذا، وما مضعم في دين ولا في عقيد ولا في منهج ولا في خطأ وقع فيه في الملأ، دي تفصيلات تانية. ده الغيبة دي أشد، قال لي، قال وغيبة الأمراء أشد من غيبة عامة الناس، لأن فيها ضياع للأمن. تاني أي زول بيستهين بالحاكم بالأمير، لك يا أخو ده فلان بيتكلم فيه وداك ما عنده هيبة. وإذا ضاعت هيبة العلماء وهيبة الأمراء ضاع ما يحملونه من العلم والأمن الذي من الله تعالى بهم عليه، فمن الله تعالى عليهم به. طيب، فده أصل عظيم. قال فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا، مسألة الطاعة والسمع لولاة الأمور، ده بيان واضح وشائع في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، شرعا كبيان الأحكام، قدرا، القدر هنا المقصود به ما يحدث في الواقع أو ما حدث مما قدره الله تعالى. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى بعد أن بين مراد المصنف رحمه الله من قوله بوجوه بأنواع أو بوجوه من البيان شرعا، ثم تكلم ابن عثيمين عن قوله وقدرا، فذكر قال وأما بيانه قدرا فإنه لا يخفى حال الأمة الإسلامية حين كانت متمسكة بدينها مجتمعة عليه معظمة لولاة أمورها منقادة لهم بالمعروف، كانت لها أي لهذه الأمة
السيادة والظهور في الأرض، كما قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا إلى آخر الآية. قال: وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. يعني رب العزة والجلال بيّن هذا الأمر. الأمر شنو؟ ما هو الأمر؟ السمع والطاعة لولاة الأمور من المسلمين. البيان بأنواع من البيان: بيان كبيان شرعي، كالبيان الشرعي، كالبيان الشرعي. البيان الشرعي إنه الله يأمر وينهى، الشريعة أمرك تطيع الوالي الذي ولاه الله تعالى عليك، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا، ده أمر ودي بشريعة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طيب، ده البيان الشرعي. والرسول بيّن صلى الله عليه وسلم فقال كما في سنن أبي داود والترمذي من رواية العرباض بن سارية رضي الله عنه لما قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب، أي بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، إلى آخر الحديث. ده البيان الشرعي، إنه الله شرع لنا وأمرنا نطيع الحاكم، ده البيان الشرعي، سمع وطاع. البيان القدري، إنه الأمة دي من ناحية قدر، أي في الكون، في الكون، لما كانوا متمسكين بالكتاب والسنة كحال الأمة في الماضي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر وعمر إلى آخره، لما كانوا متمسكين بالكتاب والسنة مطيعين لولاة الأمور كانت لهم السيادة والريادة والظهور إلى آخره.